دايما كانوا بيقولوا ده اجتهادات الناس بقى، مش عارف ده له مصدر الكلام ده خرج منك ولا لا. قالوا بعد مباراه 6-1 مباراه تاريخيه والشكل غير المسبوق، يعني قدمت كل ما يمكن ان يقدمه لاعب كره في المباراه دي. الناس قالوا بعدها تم تجديد عقد خالد بيبو، حقق نجوميه كبيره جدا جماهيريه واعلاميه وادبيه وماديه بتعاقده الجديد، ثم اكتفى، لم يعد لديه الحافز، وانه خلاص فقد الحافز بعد المرحله دي. هل ده اجتهاد من ناس مش عادل ومش منصف، ولا ده كان جزء من الحقيقه ان انا حسيت اني حققت كل اللي انا عايزه كلاعب؟ لا والله الكلام ده مش صحيح. ليه؟ اقول لك انا حاجه، خلينا نقيس نرجع شويه بالزمن بس عشان الناس بتنسى. بس ايه اللي حصل؟ احنا كنا بعد الماتش الاهلي والزمالك كان نهايه موسم، بدانا الموسم يعني كنا خلاص، كان فاضل بعدها لعبنا الاهلي والاسماعيلي، وبعدين لعبنا المحله، وبعدين انا بعدها عايز على ما اتذكر كده كان كاس الكاس وجبت هدف في النادي الاسماعيلي. فانت لا يعني ما يعني كنت الدنيا ماشيه لغايه اما جالي قطع في الرباط الداخلي، او دي اول اصابه كانت كبيره بالنسبه لي، وكانت بدايه في بدايه الموسم اللي ورا موسم اللي هو الاهلي والزمالك، وكانت اصابه كانت صعبه جدا، وحصل لي تيبس في الركبه وقعدت فتره طويله جدا. فعلى ما خفيت فابتديت بقى فتره بقى الاصابات في الدخل، خلينا نعترف يعني انا ما بعرفش اخبي حاجه، في دخلت بقى طبعا ابو تريكه، في دخلت بدات المنافسه تشتد في مركزك وانت مش جاهز 100%، وانا ومش عارف اجهز، لان انت جه بقى مستر مرجوزيو وعايز اللعيبه اللي موجوده اللي جاهزين على طول، ما فيش حد بقى صابر عليك يديك، لانه طموحه كبير جدا، طموحه كبير، فعايز اللعيب الجاهز 100%. وانا عمال ارجع من اصابه وعمال استعجل في نفسي وترجع تلاقي نفسك ده مأثر عليك، عليا. وعامه هرجع لك بقى من الاول خالص، لما يعني انت كنت بتشتغل بكامل طاقتك قبل ما تتعور، بعد ما تتعور بقى وترجع تلاقي بقى الخلفيه اثرت شويه. ما رجعتش طول فتره العلاج دي للمستوى اللي وصلت له، اللي هو قمه بقى مستوى خالد بيبو. الجمهور دايما بيقول كابتن خالد بيبو تالقه اعلى شكل شفنا له انتاج له كلاعب، كان في نهائي البطوله الافريقيه وكاس السوبر الافريقي ومباراه السته. هل في يوم من الايام حسيت في مرحله العلاج انك رجعت للمستوى ده تاني، ولا عمرك ما قدرت؟ لا رجعت ليه، بس انت رجعت الاول يعني كان زي ما بيقولوا كان ليك مهام وشغل جوه الملعب، وبعدين لما حصل اللخبطه وبعد في ناس خدت مكانك، الدخول مره تانية في المكان ده بتبقى صعب، بقى صعب جدا ان انت تاخد بنفس القوه وزي ما بيقولوا ونفس المهام. يعني طريقه لعب اتغيرت، وشغل اتغير، وناس خلاص بقت راكبه على المكان، بدات تتثبت نجوم اتثبتوا على المكان ده في طريقه اللعب دي، فالامور بقى دخولك عليهم او مشاركتك كانت على فترات، وهي هي صوره الحياه. فانت كنت يعني عمال تبعد، وبعدين قعدت قد ايه تناقش نفسك في الموضوع ده، اعتزل ولا لا؟ لا قعدت هرجع مش هرجع، قعدت احاول طبعا كتير، يعني كتير حوالي يعني بتخش كتير. لا بس انا ما كنتش بعيد بقى قوي طبعا، بس عمال بخش واخرج واقرب. وبعدين انا بقول لك بقى ضعف العضلات ده هو اللي خلاني ما قدرتش قوي. انت حسيت انك بدنيا مش قادر ترجع زي ما عضلاتك مش قادره، يعني بعد كميه الاصابات بقى، وبعدين دخلت بقى في مشاكل في ظهري مع ركبتي مع العضلات، مش قادر تعمل اذا الفول سبرنت بتاعك يعني. فبقيت حسيت ان انت بعدت، مع كمان ان زحمه اللعيبه مع زحمه البطولات مع التنافس، انت بتخش بس طبعا ايه خلاص انت نزلت من الكرسي. عموما هي دي سنه الحياه. خالد بيبو موجود في ذاكره الاهلاويه، له مكانته، له محبته، اهدافه، مبارياته، لمساته الفنيه، سرعته صحيح. في الملعب، كل دي حاجات الجمهور عمره ما بينساها كابتن خالد صحيح. واكيد ده كله محبه من الناس اللي كانت بتقول ان كنا نتمنى تكمل في الملاعب فتره اطول من كده. طبعا أكيد. طبعا حب الناس وتقديرهم لموهبه. بص انت بعد ما بتبطل بتعرف انت ازاي عزيز على الناس، يعني بتعرف يعني وانت بتلعب انت يعني الناس كلها بتشجعك، يعني طبيعي انت بتلعب في نادي الاهلي، وخلي بالك الناس بتشجعك عشان انت بتعرف النادي الاهلي، لازم الناس بس تبقى فاهمه الكلام ده، لان الكلام ده يعني الناس بتنساه، الناس بتحبك عشان انت بتلعب جوه النادي الاهلي، ارتبطت باسم النادي الاهلي وبقيت جزء منه. لا يعني عشان انت شايل التيشيرت بتاع النادي الاهلي والعلامه بتاعت النادي الاهلي، يعني وكلنا بنزيد 50%، لقيت المكانه دي والمحبه دي عند الناس حتى بعد اعتزالك، بتزيد 50% وانت بتلعب جوه النادي الاهلي واسمك بيرتبط في النادي الاهلي، انت في 50% زياده انت مش بتوعك، يعني انت دول ما بتتعبش فيهم، انك جزء من الكيان ده بس. طبعا دخلت جوه المنظومه فتلاقي نفسك انت زايد، فانت بتعمل بقى الجزء التاني. نعم. في ناس بقى بتبقى 60 70 متكمل 100% على حسب انت ومجهودك يعني.